أن التواصل متابعي الكرام يستمر والتحديات تتواصل. شوطنا تلو الآخر، شوطنا السابع ينطلق أمام حضراتكم بهذه الأسماء وبهذه الشعارات. يأتي هنا مغادر وحمد بن سهيل بن محمد بن هدفة العامري يأتي على الصدارة الأولى، بينما ثاني الأسماء يتواصل في هذه اللحظات ويتقدم. هناك شاهين لسعيد بن مخيت بن ناصر بن نوبي العامري يتواصل في هذه اللحظات على ثالث الأسماء، بينما المركز الرابع رابع الأسماء. هناك أيضا شعار بن حريز يتواصل في هذه اللحظات ويتقدم مع الشامخ. مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي يأتي في هذه اللحظات مع الشامخ على رابع الأسماء، بينما خامس الأسماء ننتظر القادمون في هذه اللحظات هنا في هذا التحدي مع خامس الأسماء وسادسها هنا من خلال أيضا هذه التحديات والاندفاعات الرائعة. بينما هنا الوصول على خامس الأسماء يأتي في هذه اللحظات، هناك زاهي سالم بكاس بحلوس العفاري يأتي في هذه اللحظات، يقدم زاهي في هذا المسار على خامس الأسماء. سادس الأسماء هناك التواصل والقدوم مشاهدينا الأعزاء، القدوم في هذه اللحظات والتواصل هنا مع مسامح لحمدان بن محمد بن سالم الدرعي يتواصل في هذه اللحظات، يقدم لنا مسامح في هذا المسار وفي هذا التحدي. بينما هناك الوصول والقدوم مشاهد الأعزاء على سابع الأسماء، يأتي شاهين لحمد بن سالم حمد بن رطبع العامري يأتي هنا على سابع الأسماء. ثامن الأسماء يأتي في هذه اللحظات ويتواصل والم لأحمد بن محمد بن حليس العفاري، يقدم لنا والم في هذا المسار على ثامن الأسماء. تاسع الأسماء نتقدم في هذه اللحظات لنرى القادم في هذه اللحظات هنا مشاهد الأعزاء، والذي هنا يأتي من خلال تواصل أيضا شعار حمد بن عبد الله بن حمد بن خميس شامس يقدم هملول على تاسع الأسماء. بينما المركز العاشر الوصول والقدوم في هذه اللحظات من هملول لسليم مسلم غزول العامري. هذه نتيجتنا متابعينا الكرام للعشرة الأسماء المتقدمة الأولى. لنا عودة إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الصدارة والمركز الأول.
إذا هكذا هو التواصل، هكذا هي التحديات متابعي الكرام مع هذه الزمول المحليات الأصايل هنا متابعينا الكرام. فحول المستقبل هنا وبنوك الإنتاج هنا تؤدي هذا الأداء الرائع مشاهدي الأعزاء متابعي الكرام. لنعود إلى مقدمة هذا الشوط والمركز الأول، ويأتي في هذه اللحظات مع الشامخ مسلم بن حمد بن حريص الحرسوسي يأتي هنا على الصدارة الأولى والمركز الأول، بينما ثاني الأسماء شاهين لسعيد بن مخيط بن ناصر بن نوبي العامري يأتي هنا على ثاني الأسماء، بينما ثالث الأسماء القدوم من الصاعد لمبارك بن حمد بن دليل بلويع العامري يقدم الصاعد على ثالث الأسماء، رابع الأسماء هنا زاهي لسالم بن كاسب بن حلوس العفاري يقدم لنا زاهي في هذا المسار وهذا التحدي، بينما المركز الخامس خامس الأسماء. التواصل مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام يأتي في هذه اللحظات ويتواصل من خلال هذا المسار هناك هملول، ويأتي في هذه اللحظات حمد بن عبد الله بن حمد بن خميس الشامسي يأتي في هذه اللحظات على خامس الأسماء، بينما سادس الأسماء هنا التواصل من شاهين لحمد بن سالم بن حمد بن إطبع العامري يأتي في هذه اللحظات على سادس الأسماء، سابع الأسماء هنا القدوم والوصول من مسامح لحمدان بن محمد بن سالم بن محمد الدرعي يتواصل في هذه اللحظات يقدم مسامح في هذا المسار، بينما هنا القدوم والوصول في هذه اللحظات والتواصل أيضا من شاهين العبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يأتي في هذه اللحظات مقدما شعاره وتحدياته. بينما هناك الأسماء القادمة بعيدة عن كل البعد، نعود إلى مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله تحديات رائعة، ثلاثية رائعة وثلاثية مميزة من هذه الزمول المحليات الأصايل، المحليات الأصايل ما شاء الله تبارك الرحمن. هناك الانطلاق وهناك التحدي من أيضا زاهي، زاهي زاهي على الصدارة، زاهي سالم بن كاسب بحلوس العفاري هنا يتقدم في هذه اللحظة، يقدم زاهي بهذا التحدي والمنافسة، بينما هنا الصاعد، الصاعد على ثاني الأسماء يأتي هنا مشاهد الأعزاء مبارك بن حمد بن دليل بلويع العامري يقدم لنا الصاعد على ثاني الأسماء، ولكن هناك زاهي، زاهي والصاعد، الصاعد مع بدليلة ما شاء الله بدأ يصعد إلى الصدارة، إلى سلم الناموس، إلى سلم الانتصار ما شاء الله. هنا الصاعد، الصاعد، الصاعد مبارك بن حمد بدليلة بلويع العامرياتي هنا من خلال انطلاقة الصاعد، تهانينا والناموس إذن متابعين الكرام لمالك الصاعد ومن قدم الصاعد في هذا المسار مبارك بن حمد بدليل بلويع العامري، تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الدخول مشاهد الأعزاء زاهي سالم بن كاسب حلوس العفاري، المركز الثالث كان مسامح هناك حمدان بن محمد بن سالم بن محمد الدرعي، بينما المركز الرابع المركز الرابع الشامخ لمسلم بن حمد بن حارث الحرسوسي على رابع الأسماء، خامسا المركز الخامس كان شاهين لسعيد بن مخيط بن ناصر بن نوبي العامري. التوقيت الزمني كان أيضا 9:46:92 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس.